على احيانا المساء لا عندنا درس نحن هون بين المغرب والعشاء، اللي عنده شغل ما له فاضي يجي لا يجي هنا. فحبيبي الرب يوم قيامه شو مفتكر انت الشيخ بيعرف كل شيء؟ اذا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيعرف امتى القيامه؟ راح عم تسال الشيخ او الارض او نرجعه هنا. ف لا اتركها بركي بتوع على اجرين حدا بيبعدوا عن الطاوله تاني مره. ان صلاه الكسوف فيها ركوعين وسجودين كل ركعه. اينا هو منتي الشيخ غسان؟ اينا. فهلا مثلا نفرض ان كان امام بالجامع او كان منفرد، حط الكاميرا عليه صوروا له. اينا وين دي رشوا على الناس؟ دي رشوا على الناس يلا، مع انه صار ظهره للقبلة، بس نحن يعني لا تمثيل عم نمثله مشان الناس ينتبهوا له. فالصلاة بهالشكل هذا بكبر الإمام أو المنفرد في بيته الله أكبر ناويا في قلبه. فالنية وين موجودة؟ في القلب. طلع لي واحد بغل من كم يوم على التواصل الاجتماعي قال شلون بيقول الشيخ انه بالتيمم لازم بلسانه يتلفظ والنية في القلب؟ فز واحد يدافع عني ويتلاسنوا مع بعض. انتوا شو ليش عم ترد عليه؟ ليش عم ترد عليه؟ هذول لا حافظين ولا قارين ولا من يحزنون. هذول اذا ذكر عنتر بن شداد بيتردوا عليه، ما فهمانين شيء لا من دين ولا من شريعه. شو بدك فيه؟ عمل حالك مالك شايفه. اي نعم. فلذلك النيه في القلب، لكن الصلاه كلها نيتها في القلب. اي نعم. فهون بيقرا الامام لك يعيشوا الايدين، بيقرأ فاتحة وسورة، بيقرأ فاتحة وسورة الإمام، وندب أن تكون طويلة السورة، بيقرأها بصوت عالي. شتنا بالتأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين، بكفي مندفع تأمين عن السيارة. إذا طرقنا الحيط تلاقي مجيب لحالنا بنشحطها وبنشتغل فيها. فبيقرأ الإمام أو المنفرد إذا كان منفرد فاتحة وسورة، يعني أطول شيء يكون حافظه الإمام. حتى لو حافظ سورة البقرة بيقرأ جزء، يعني جزئين ونص بيقرأ. إنه بعدين بيركع، الركوع بيسبح فيه تسبيح طويل، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، بيطول بركوعه. بعدين سمع الله لمن حمده الله أكبر، بيرجع رد بيقرأ فاتحة وسورة، ما بيسجد، بيقرأ فاتحة وسورة كمان طويلة بس أقصر من اللي قبله. ضم إيديك. هلأ الإمام قرأ أو المنفرد فاتحة وسورة، ركع الله أكبر، كمان بيطيل في الركوع، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانه، قد ما بيحسن. بعدين سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر، سجد. فيطيل السجود، بيطول بالسجود الله أكبر، رفعوا شوين وراح مزاني الله أكبر، كمان يطيل في السجود الله أكبر، فز للركعة الثانية. بيقرأ فاتحة وسورة من طوال المفصل، بعد ما بيخلص قراءتها الله أكبر، ركع سبحان ربي العظيم، قد ما بيحسن يطيل الركوع التسبيح، سمع الله لمن حمده الله أكبر، بيرجع بيقرأ فاتحة وسورة كمان من طوال المفصل، بس يخلصن بيركع الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، بيطيل. بعدين سمع الله لمن حمده، معناتها كل ركعة قديش فيها؟ قيامين وركوعين، ركعتين كل ركعة، قيامين وركوعين الله أكبر، سجد. إيه نعم. ويطيل السجود سبحان إيه نعم الله أكبر،
الله أكبر سجود، يطيل السجود الله أكبر رجع، اي نعم بجيب الصلاة الإبراهيمية، اي نعم بيتلبك الواحد قدام الناس يعني، والله بيتلبك، اي نعم والله أول مرة طلعت على المنبر مالي مستعد، قالوا في هنا حدا يخطب فينا، وأنا شاري طاقية هيك جديدة وقتها، اي نعم وقلابية كبيرة شوي عليه، طالع مثل مطهر بواعي خاله، اي نعم وقاعد هيك بالجامعة فكر حالي شيخ، مالي عارف أنه القلابيات تجي قياسات، مفتكر خلاص تلبس قلابية. طلعت على المنبر وقرأت آية وشرحت غيرة وما دعيت، انزلت قال الله ما دعيت، قال ما دعيت رد رجعت دعي، والليلة مالي نايم ورا بيت النار أنا عم أخبز، رحت على البيت ما حسنت نام، تميت مفتح عيوني طول الليل وقاعد طول النهار من الرعبة. فهي بيتلبك الواحد، اي نعم، مع أنه شيخ يعني شيخ مطنطن بس أما سبحان الله. فهون هي الركعتين جبناهن كافي سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اي نعم جبنا الركعتين. هلأ شو بدنا بقى بعد الركعتين؟ بدنا الدعاء. هلأ الإمام بيوقف يستقبل الناس بوجهه وبيدعي، فبيتم بيدعي إذا بيحسن يتم واقف ويتم يدعي حتى إيش يظهر القمر كاملا أو الشمس كاملة. إحنا عنا يوم صار مرة الشمس اختفت وقالوا إنه استحكون حدا يطلع على الشارع، لك ما في شيء بس لا تطلع على الشمس، انت تخبينا وسكرنا الجلايل وما حدا يطلع على البرندة والشوارع فضيت، لكن احنا بطبيعة الحال ما منشوف الشمس وقت لا الكسوف ولا غيره، لا الخسوف ولا غيره، لكن اي نعم سبحان الله تلاقي قالوا رعبونا ارتعبنا، يعني نحن ناس بخوفونا من خاف يرعبونا من ارتعب، الاعلام بيشتغل فينا مثل ما بده، اي نعم طلعوا هيك انبسطوا اليوم في انبساط تطلع الناس تنبسط، ليش انبسطوا ما بيعرفوا، فيعني هيك بيحبوا الناس. اما هلا بالليل بالليل اي نعم اذا كان بدنا نطلع لازم اليوم لانه يعني على بكير بده القمر يختفي، فما بعرف انا ما بقول لازم بس لازم يعني المساجد انه ائمتهم واللي مسؤول عنها خطيب الجمعه مو الامام، لانه هو خطيب الجمعه بيصلي فينا صلاه العيد وهو لازم يصلي فينا صلاه الكسوف والخسوف. اي نعم فاليوم اذا الله سبحانه وتعالى ان شاء الله احيانا اي نعم نقرأ شوي من الدرس عين ما يبدأ الخسوف، ما لا استنى ليخلص الساعة 10 وشوي، اي نعم نروح ننام. فلذلك اي نعم المرضى اللي مثل حكايتي يعني على الفرشة دغري على السريع، اي نعم بينام يعني، كانوا طلاب الشريعة ومن دق عليهم الباب بعد العشاء ما يرضوا يفتحوا لنا الباب ما يستقبلونا، ليش؟ لأنه بدي فيه يا أخي، بدي فيه على قيام الليل، بدي فيه على صلاة الصبح، أيام بيجوا بيسهروا عنا ناس مثل سهرة المفاعلة، بيجي إيه نعم الساعة 11 الساعة 12 بالليل الباب بفتح خير، والله شيخ جاي اشرب عندك فنجان، والله جاي اشرب عندي فنجان، امين خذ اي حق إيه نعم ظرف بن وروح اشتري لك إيه نعم ظرف بن روح اشرب قهوة لحالك يا زلمة، هذا في عصر الصبح هذا في صلي لك ركعتين جاي اسهر عندي والله احسن فيه بس نسهر إيه نعم تعال الزلمة في صحيح من فيه من فيه لانه على العادة بس ما بتفيق مرتاح. لذلك هلا اليوم ان شاء الله بنحاول بس يبدا الكسوف انه منصلي صلاه الكسوف، يعني شوف هلا بتصير فيها اشياء اي نعم ليلتها عجيبه وغريبه، بصير فيها اشياء اي نعم احيانا امم بتروح احيانا جبال بتمشي، بتلاقي ايش صار في انزلاق في الصخور، احيانا بصير فيها مثل تسونامي اي نعم الله سبحانه وتعالى بينتقم فيها من الفسقه. السونامي لما صار إن عم الألواح لما ضربت بعضها إن هو زلزال الأرواح الألواح بنص المحيط 11 لوح موجودين لما ضربوا اللوحين بعضهم إن عم اختفت من سمطرة اختفت البحر كله اختفى، وقفت الناس تتفرج لعم شو القصة هاي، بحر يروح، وقفت الناس على الشاطئ مشان تكمل مع الناس نزلوا على الرمال مطرح ما كان في بحر، افتكروا حاله مثل سيدنا موسى لما ايش بقى فتح البحر فتح له الله سبحانه وتعالى البحر ولحقوا فرعون وهنيك بسمطرة كان كما سمعنا الفسق اللي موجود عجبه اللي عنده شاذ بحب الاولاد هنيك بيجيبوا له اجمل الاولاد واللي ايش تلاقي نسوانجي بيجيبوا له اجمل النساء والخمور والمخدرات وكل شيء بس انت فت عمله وكل شيء بتلاقيه بهالامكنه. وبعد بقى ساعات ملا ولا جاي ان عموجه كالطود العظيم
ارتفاع بنايات. الناس وقفوا على أساس أنه الموجة بتوقف على البحر مثل ما مطرح ما بتوقف الأمواج. بعدين لقوا أنه الموجة جاية بسرعة غريبة، مو شكلها لح توقف. مرة كنت راكب سيارة، فسبحان الله جاي من ورانا سيارة كبيرة، نحن واقفين على الإشارة، فعرفت أنه السيارة ما خرجت توقف وطائرة ونحن واقفين. أحسن شغل أني أفتح الباب وأهرب من السيارة، وفعلا طارت السيارة اللي كنت راكب فيها. اي نعم، كان السيارة صارت مثل الأكرديون، تعرف الأكرديون شلون بيصير تلاقي هيك مسكين. اي نعم هيك صار فيها. فيوم بتشوف سرعة غير مناسبة ما لح توقف، ما لح أو يهربوا. فالبيوت اللي راحت والناس اللي راحت والأمم اللي راحت، ما بنعرف شو ممكن يصير الليلة. لذلك نحن عرفنا إمتى الكسوف وإمتى الأمر لح يختفي، إيه، بس ما بنعرف شو لح يصير بهالليلة. في مشايخ طلعت على التواصل الاجتماعي وبلشت تقتلي على الله سبحانه وتعالى. واحد منهم قال اليوم القيامة، يخرب بيته. قال أخ العمه، قال اليوم يوم القيامة. والله يمكن بجوز الطفل يسألني، يمكن شايفه هذا الزلم الشيخ على التواصل الاجتماعي، صدقوا له هذا الشيخ انه اليوم القيامة. إذا كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أي نعم، ويسألونك عن الساعة، أي نعم، أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. الله سبحانه وتعالى ما أطلع أحد على أيمتى يوم القيامة، أخفاها. هي يوم الجمعة، أخبرونا يوم الجمعة، أي نعم، بس أيمتى، شو هي، شو كذا، علاماتها، أخبرنا عن علاماتها. العلامات الصغرى كلها ظهرت، صفت العلامات الكبرى، ونحن آخر الأمم، أي نعم، والأوبئة تصير نستاهلها، لأنه كل الذنوب اللي ارتكبتها الأمم ارتكبناها نحن، من مخدرات، من تطفيف الميزان. اي نعم، في كتير ناس ميزانها حرام، في بياعين شرايين سوق الجمعة، بتلاقي يوم الجمعة قاعدين بسطاطية عم يبيعوا وميزانه حرام. يعني فكر حالك ربحان انت، يعني إذا طففت المكيار ربحان انت. الميزان ما في لعبة، الميزان لله سبحانه وتعالى. فكان في عنا هون بالصالحية، اي نعم، كان في رجل، لا بعيد عن الصالحية، يعني نعم ما تروحوا تفتشوا عليه. اي نعم، كان في رجل فران، بقى كان الخبز كاته مشروح. لما طلع المرأة استغربنا من المرأة، نحن كنا نحب التسلية بالمشروح كل شيء ما كان في امرأة، طلع امرأة صار فرجي، فخبز المشروح كان. فكان في رجل ويشتري خبز مشروح، كان الخبز المشروح يبيعوه بالميزان، إذا بتتذكروا حطوا على الميزان زين، نص رغيف، ربع رغيف، كذا. هلا بالعدية رغيف مدري قديش حقه، ولا صار، نعم، يعني 50 ليرة رغيف، ما هي، نعم، لازم ياخذوا عليه رفاهية كمان، نعم، لأنه، نعم، يعني خبز المشروح لا بقى لحناك اللو خبز المرقوق، نعم، فبتلاقي حالك ألواو عم يأكل خبز مرقوق. سبحان الله، يعني هالترتيب. فكان الرجل يشتري كل يوم خبز لأهل بيته، الفران يسرق له رغيف على طول على طول، متى ما خلصت الوزن يشيل منه رغيف. بعدين يوم من الايام الفران قال لحاله، والله حاجه، والله عيب، والله لازم استحي من الله، يعني على هالدرويش انا متحطيت مشان خبزه، شو جايتني الخبزه؟ قام قال لحاله اليوم رح اعطيه حقه، واعطاه حقه. اجى الزلمه على الفران قال له سيدي اليوم كانت الوزن ناقصه. قال له شلون ناقصه؟ قال له بالعاده كان الخبزات تبعت لنا اياهم يكفونا، اليوم ما كفونا، حسينا حالنا ناقصنا خبز. عم طلع الخباز قال لحاله ما كنت اعطيه ناقص، كان الله يطرح له البركه يعوض له النقص اللي انا اسرقه. اليوم اعطيته حقه، الله سبحانه وتعالى تركه هو وحقه، فما حقه، نعم، ما كفى. هلا بعض من الفراني بتلاقي هو جاي بالليل بنقي وين في سندويش بنفضها بكب، نعم، منها اللي بقلبها، وين في خبزه يابسه بجيبها بحطها بتنكه النعاب بينقع فيها الخبز. ما بتلاحظوا احيانا في برغيف اللي احنا عم ناكل بيطلع لنا شقفه خبزه هالقد، ما استويت هي الخبزة، هي لأنه نعى هي، اي نعم، فبيحطها، وكانوا يخسلوا ايديهم فوق ما. كل مصلحة إذا بتشوفها شلون بيشتغلوها ما عاد تاكلها، إن كان دبس بندورة وإن كان معود وإن كان، إذا بتروح تفرج عليه ما بتاكل. ليش أول شيء ما كنا نمرض؟ كان كل شيء ساغ. كنت لما أروح أشتري سمنة ما في لا إيفيت ولا فيت ولا من يحزنون، روح عند بوبيجي الله يرحمه، سمن ساغ، ما في غير سمن ساغ. وأهلنا كانوا لما الأطرميز يخلص يحطوا فيه كمشة برغول ولوحون هيك يطبخون فيهم برغول بندورة، إيه. وكان البيض تلاقي على الأول لا في بيض مداجن ولا من يحزنون.
وكان الديوك نشتري ديوك من سوق العتيق. نعم لا في هاي المداجن لا بتعرفوا ذكر لا بتعرفوا انت ما بتعرفوا شيء. وكان الشيخ الرنكوسي رحمه الله تعالى يقول يا ولدي كله لحم ديوك لانه الديك فيه نخوة. هل اذا بتحط ديكين بان بيدبحوا بعضهم. مرة جماعة جابوا ديك طعموا لحم خنزير وحطوهم مع بعضهم. جابوا له ديك حطوه بالان تبعه. صار هالديك الجديد كل ما نط على جاجة الديك القديم يظل غيط ما عاد زعي صارت طبيعية. نعم. وأجدادنا العرب كانوا يأكلوا لحم جمال. العرب حقادة قديمة والعرب اللحم يقوي نياط القلب. فمرة شفت بدوي أنا ماشي نعم بالشام فمعي رجل قال لي شايف هذا البدوي تلوي قال لي هذا بالصحراء ببلاده ديب لا يغرك هوني منظره درويش. قال لي ديب هنيك. أنا فعلا لما رحت على الصحراء وقعدت بيناتهم فعلا لقيت ديابي. هلا منروح بدنا نشتري لحم جمال. قال بيأجروا له بابا بابا لازم بيأجروا ما بيأجروا تلاقي رأبية جمال وكذا. فمرة بياع لحم جمال قلت له مشان الله لك أعطيني نصهم لحم جمال بقبل إذا بدك تبيعني إياهم. فصار يضحك. إي نعم قال له أعطيه للشيخ يعني مع الشيخ طيب الشيخ معتر أعطيه إياهم. إي نعم. فالشعوب تتأثر بما تأكل. نحن بناكل لحم غنم. إي نعم. فلذلك تينا درويش. إي نعم. بوه بيعملوا مثل ماشي. إيه نعم. وصلنا لمرحلة تعيسة. فإذا بصح لك هيك ديوك من هدول ديوك الساغ أو كذا أو شيء لا تقصر. إيه نعم. وهذا لحم البقر اللي عم يطعمونا يا كمان. إيه نعم والله غريب وعجيب. فسبحان الله اليوم بصلاة الكسوف إن شاء الله المساء عنا درس فقه ومنقرأ فيه إن شاء الله ومنصلي صلاة كسوف هون بالجامع ومندعي ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. الله يبارك فيكم يحسن إليكم. حدا قالوا شيء سؤال إخواننا ما حدا يلا روحوا على البيت.